يجب ان الرواية عزيزي القضية مرتبطة بالعقيدة، يعني لا تقوم تفسر من كيفك، لا تقوم تفسر من كيفك. عزيزي شوف، خلنا أقول لكم فات قضية. علماء سنة، بعض مفكري السنة نشروا بشكل واضح وصريح أن هناك قضيتان يمتاز بهما. نعم جزاكم الله خير إن شاء الله، الله يوفقكم الله يوفقكم. قضيتان يمتاز بهما الشيعة، وهي المرجعية والخمس. المرجعية والخمس. طيب كيف يرتبط الإنسان بالمرجعية؟ عن طريق التقليد، فلذلك شنوا حملة على التقليد حتى يفصلوا الناس عن المراجع، وشنوا حملة على الخمس حتى يقطعوا طريق الأموال التي يستخدمها المراجع والحوزات وكذا في الدفاع عن التشيع. لماذا؟ لأنه كل ما حاول السلفية، كل ما حاول السلفية أن يجدوا طريقا للوقوف أمام المد الشيعي، وجدوا المد الشيعي يتوسع. لماذا يتوسع؟ لأن المراجع والناس تتبرع.